طبعا هذا بالجزء الشمالي لمدينة تل عفر. طبعا الطيار على ارتفاعات عالية، وطلبنا أيضا من الأخوة الطيارين بأنه حتى يكون تواصل مع زملائنا في وسائل الإعلام بتوضيح الصور أكثر. عندما نعلن ونقول بأن العشرات، نعم هناك أوكار يتواجد فيها العشرات من الدواعش. أعداد كبيرة طبعا. هذه تم قتل بها أكثر من 50 إرهابي. احنا ايضا هيئنا نسخ اضافيه من التسجيل للاخوه في وسائل الاعلام.